اول حاجه البصل، يبقى احنا معانا كم معلقه، معلقتين زيت على الكميه دي، طبعا كميه كبيره. حطيت عليهم كم فص متقطعين من الثوم. بنزل اول حاجه البصل، بعد كده الجزر، علشان الجزر بياخد وقت اطول شويه. الطاسه اللي انا شغاله بيها دي اسمها ووك، دي بتبقى هايله لعمل الخضار بالشكل ده، الستير فرايز. بس انتوا تدوا بقى اللون اللي انتوا عايزينه. انا هزود بقى الجزر دلوقتي، انا بصراحه مش بحب اهري الخضار خالص. خلاص انا بحط اهو الكوسه. اعملوا خضار بجد كتير، وكلوا خضار كتير، بتفرق، لانه ده مهم برده جدا للشعر. خلاص يبقى احنا عملنا، حطينا ايه في الاول؟ زيت الزيتون، حطينا معاه الثوم المتقطع، حطيت تزيلت بعد كده البصل. الثوم والبصل من الحاجات اللي بيفرقوا جدا في الطعم، بيخلوا الخضار ليه طعم حلو جدا. للناس اللي مش بتحب الخضار قوي، الثوم والبصل من الحاجات اللي بيفرقوا قوي 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 في الطعم عموما.